الحاجب سيكون كالقوس والرموش مثل السهام، وعندما تنظرين إليه بعينيك سيصاب قلبه بسهامك، وعيونه لن ترى أي أحد غيرك. لا تضع الكثير، سأبدو وكأني مجروحة. لا تقلقي أختي، ستكونين جميلة جدا وملكة تليق بملك. أي بشعرك الذي يلمع وبالخدود الوردية الخجلة، وبطولك ومشيتك الرائعة ستمشين في القبيلة، والكل سينظر إليك وخاصة حبيبك أرطغرل. هل سألفت انتباهه؟ بالطبع حبيبتي، وليس انتباهه فقط، قلبه سيصاب بحبك والكل سيعرف ذلك. لا تكوني كالغرباء، هيا اذهبي وسلمي عليه. سيدي حماك الله وأطال بعمرك، بفضلك سننجو من الشتاء، أدامك الله أنت وهؤلاء الأبطال لتبني أنت وإياهم مخيما كبيرا وجيشا لتحمي قبيلتنا وترفع رأسها. آمين. انظر إلى صاحبنا العاشق، لقد خجل كالعادة. ستصبح خدوده حمرا. احتفالاً بوطننا الجديد، سيرقص المحاربون بالسيف والدرع، سوف نحيي تراث أجدادنا اليوم.
الشاه يهتم فيكم لأن هذا من عاداتنا التي لا نخالفها. أما عاداتكم أن تغوا ابن سيد القبيلة التي استضافتكم وحمتكم وتجلب لها المصائب. ما الذي تقولينه؟ أنا قلت ما عندي، ويجب أن تفهمي. يجب أن تبتعدي عنه. حليمة، خيرا، ما الذي يزعجك؟ أتفكرين بالهرب من جديد؟ ها أنت تعرف ما حصل. نعم، نحن حاولنا الهرب ولم نستطع مع الأسف. ومن طلب منكم الذهاب؟ ضيف قبيلتنا مقدس، هذه عاداتنا. سيد أرطغرل، نحن جلبنا لكم مصائب كثيرة، فدعنا نذهب لتبتعد المصائب عنكم. هذا يعني حين أتيت من حلب كان يجب ألا أراك؟ كنت تريدين أن نفترق؟ لكن أنا أتألم، حتى قلبي كان ينفطر من العذاب، لكنهم لن يكفوا عن ملاحقتنا أرطغرل. من هم حليمة؟ وما الذي يريدونه؟ الأفضل أن لا تعرف من نكون أبداً أرطغرل.